بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. برحب بكل ساده مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقه ان شاء الله نستمتع بيها من خلال برنامج المطعم. النهارده عاملين النهارده بدبابيس الفراخ، عاملين وصفه هايله جدا جدا بالرز المبهر بالخضار والنعناع، وهتعجبك قوي. خلينا نتابع الحلقه النهارده، وان شاء الله فيها شويه حاجات كده جمال، بنحاول نجيب لك حاجات كده افكار تقدري تعمليها النهارده في البيت. فمش هنجيب الفخاد بتاع الدجاج، لا، الدبابيس بس اللي انا محتاجها. وهنشوف هنعملها ازاي، طريقه بسيطه جدا وسهله. انت مش هتعرفي تخليها، خلي الفراخ دي يخليها لك وبططيها كويس جدا. ده اللي هنشوفه النهارده ان شاء الله خلال البرنامج النهارده. عندنا النهارده جلاش برده عاملينه بالجيلي والكريمه، هايل ومحترم جدا. شوف النهارده الحلقه مع بعض هتبقى ماشيه ازاي. طيب مبدئيا انا بجيب عندي كيلو من دبابيس الفراخ، وزي ما اتفقنا بنبدا اللي احنا نخليها. واول حاجه بعملها ان انا هروح اعلق عندي على الرز، لان ده هياخد وقت معايا. فبحط عندي طاسه كده عندي على النار، وهنستخدم عندنا زيت عافيه، زيت خفيف جميل، وهنبدا نستخدم عندنا زيت عباد عشان هبدا اعمل بيه الوصفه بتاعت النهارده ان شاء الله. عندهم الازاز الكبيره، العلبه الكبيره، وعندهم اللتر الصغير ده. هنستخدم زيت عباد عشان نبدا ان شاء الله اللي احنا نشتغل بيه ونشوف هنعمل ايه بيه. اول حاجه عندي هنا في طاسه عندي على النار، احط شويه كده من زيت عافيه، ثلاث معالق كده ولا حاجه. بعد كده اهوت نبدا نعمل ايه، هنشرح عندنا بقيه المقادير. لا ماشي، ممكن تجيب لي التانيه اللي نشوفها. ناخد عندنا البصل ونروح نشوح، ماشي، عشان الاكله ايه تبقى خفيفه كده وحلوه. عشان هو عندي شويه بصلايه واحده بس كده تكون حلوه وسط، افرمها فرم ناعمه في الكبه. وبعد كده عندي على الكيلو من الدبابيس عندي نص كيلو من الرز المصري يكون مغسول ومنقوع خمس دقائق، حلو، عشان هو بيتشرب نص يعني بشربه حاجه بسيطه جدا من الميه، ما بضيفلوش الميه كامله عشان يستوي، عشان هو يكمل تسويته مع الفراخ. ركز بقى في الموضوع ده عشان الرز يطلع مفلفل من جوه. بنغلط ساعات برضو في الرز بتاع الحمام، ايه اللي بيحصل؟ حضرتك بتقوم مستعجله ومشربه الرز جامد فبيطلع معجن. انت عشان ما يعجنش منك انت بتسقيه نص كميه الميه بالظبط. وبعد كده اهوت بنبدا ناخده ويكمل التسويه بتاعته جوه الفراخ نفسها مع الفرن، تمام؟ طيب نعمل ايه تاني؟ اقوم واخد عندي بقيه المكونات الحلوه ديت. هجيب عندي مكعب مرق كده نحطها هنا ونقلب. اضيف قرفه خشب. بص بقى المطيبات اللي انا احطها ديت بتخليها تخلي الرز ده اصلا في موضوع في حته ثانيه خالص. يا دوب بس البصل عندك لونه يتغير بعد ما شوحناه. وعلى فكره الخلطه دي تنفع في اي حاجه، ممكن تنفع مع الفراخ الشامورتي برضو، هتبقى خطيره جدا، فتقدري ان انت تعمليها ان شاء الله وهتعجبك قوي. بعد ما خدنا البصل ريحته بدات تطلع جميله مع القرفه الخشب اللي احنا حطيناها، مكعب مرق، اقوم واخد عندي كيس من الخضار المشكل، كيس من الخضار المشكل اللي عندنا، بسله وجزر وفاصوليا، نقوم حاطينهم ونشوح الكلام الجميل دهوت كله مع بعضه. وضيف معاهم شويه طماطم لحم كده صغيرين على المقادير. وبعد كده بقوم واخد عندي شويه من بهارات الفراخ مع شويه نعناع ناشفين. ادي شويه بهارات، شويه ملح، ويا سلام لو بهارات رز برضو او برياني تبقى جميله جدا. ونعناع ناشف اديله بقى، هو ده اهم تكه في الموضوع، النعناع الناشف ده يخلي لك الخلطه ديت في حته تانيه خالص. وشوحنا الخلطه ديت كلها مع بعضها،
كلام جميل. بعد كده اخر حاجة بنزل بيها هو شوية الرز اللي هنبدأ نحطهم على الرز هنا. بس هدي بقى النار، ننزل عندنا بالرز نص كيلو بس من الرز المصري على كيلو من الدبابيس الفراخ اللي عندنا. ادي التقليبة التمام، يعني محتاجين المسكات، المسكات كانت موجودة. ماشي تمام. وأقلب الخلطة دي مع بعضها الأول قبل ما أضيف عندي المية. هل ينفع عم محمد إن أنا ما أحطش مية؟ ممكن خالص والله عادي، لو أنت عايزة برضو هيستوي هيبقى زي الفل. أهم حاجة تخلي بالك من خطوة اللي هو ما يعجنش منك. يعجن عن طريق اللي أنت تديله مية كتير، ده أهم حاجة. طيب بكون غالي عندي مية في الكتل، ونقوم حاطين نص كمية المية اللي الرز بيحتاجها. بس لأن إحنا مش هنسويه سوا كامل، وأقوم هدي النار عليه خالص لحد ما يبدأ اللي هو يتشرب. كلام جميل. هدي بقى عليه النار خالص لحد ما يبدأ يتشرب، ونروح عندنا على دبابيس الفراخ الجميلة بتاعتنا اللي هنبدأ نشتغل إن شاء الله فيها. ناخد الأستاذ حسن معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو، إزيك يا أستاذ حسن؟ صباح الفل يا شيخ. صباح الجمال، إيه الأخبار؟ إزي حضرتك؟ الحمد لله. الله يخليك. الشيف المحترم وشيف الذوق والاخلاق. ربنا يخليك يا استاذ حسن، ده من ذوقك والله. وبعدين حضرتك معايا كده عيد ميلاد جدتي صار النهارده، وبعدين نعملها داتو كده وخرطه كده. ما شاء الله ما شاء الله، الف مليون يعني. بنقول لها كل سنه وهي طيبه، ووصل برنامج المطعم بتقول لها كل سنه وانت طيبه يا ساره. ان شاء الله. ربنا يخليها لك ويبارك فيها. حاضر من عينيا الاثنين، والله قريب جدا نعمل لكم احلى تورتايه من عينيا، بس كده حاضر. بصي خلي الدبابيس سهل جدا، يعني خلي الدبابيس نفسه بصي منتهى السهوله. تاخدي من عند العظم كده وتبداي بصي بالسكينه كده تضغطي لحد ما تنزلي لتحت، شايفه اهو. بص اسهل حاجه في الدنيا. وبعد كده تقوم واخده دي اهي، بصي طلع العظم لوحده. بس تاخديها كده بقت عندك بالشكل ده. ما ينفعش بقى نشتغل بيها على طول، لا لازم ناخدها كده في كيس. دي نحطها كده وقافله. بص بقى الكلام، نبططها كويس جدا، ودي اهم خطوه. حتى لو هو ما فردهاش قوي انت فرديها. يا جماعه موضوع برضو التخبيطه بتاعه البوفتيك او البانيه، التخبيطه برضو هي مش كده، خلي بالك هي ما بتبقاش نازله عمودي كده، لازم بصي بكيرف كده. بصي كده دي ما بتخليش الحاجه تتهري منك، بص كده مش كده، كده تتهري منك. لكن انا بصي بعمل كده عشان تتمدد معايا كويس، كده عمرها ما تتمدد معاك اهو كده. بصي اهو، بصي بقت قد ايه، خد كده اهوت. ايه رايك بقت مزيكه اهي؟ بص بقت عامله ازاي اهو، سهل جدا. ماشي الكلام. تقوم واخداها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا اللي احنا ناخد عندنا الجزء الثاني اهو، شايفه؟ تقوم حطها كده لازم تتفرد كويس عشان ناكل الاكله صح بقى. ماشي اهو، زي ما حضرتك كده شايف تتفرد الفرده المتينه اهيت، ولا اتهرت ولا اي حاجه. حلو، حلو جدا. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي في موضوعنا بقى المهم. طيب الرز ده محتاج اللي هو يتبرد شويه. هو اتشرب اصلا خلاص، بص بقى عامل ازاي، شايفه؟ ها ايه رايك اهو، شايف الموضوع سهل جدا. بنقوم واخدينه كده وراكنينه جانبا. هاخد شويه كده اهوت هنا في البايركس ده عشان نبرد الكلام الحلو ده. هناخد شويه شويه كده عشان نبدا نشتغل بيهم، عشان ايه وباردين معايا وانا شغال.
ونجيب عندنا الصينيه. الصينيه بتاعتنا بقوم واخد عندي شويه زيت عافيه نقوم حاطينهم تحت هنا ماشي، ادهن الصينيه بزيت بصلايه نقطعها جوانح، وتقدري تحطي كمان على شويه الرز دول معلقتين اتنين صويا صوص، لو عايزه يبقى لونه اغمق من كده ممكن تحطي له معلقتين اتنين من الصويا صوص هيبقى حلو جدا. يا ام مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ ازيك يا ست الكل، كله تمام؟ الحمد لله، الله يخليك. اهلا وسهلا. ايدك يا رب على الله يخليك. كل حاجه حضرتك بتعملها دايما. الله يخليك يا ست الكل، والله منوره الدنيا. دايما كده يا رب في نجاح كده وتألق دايما. بحضراتكم والله، بحضراتكم ودعواتكم ليا والله. الله يبارك لك يا رب ويرضى عليك يا رب باذنك. اللهم امين، يرضى علينا جميعا. يا رب. الله الله يخليك. ممكن بس حضرتك تعمل لنا حلقه سمك بس؟ عينيا الاثنين، حاضر عينيا تحت امرك. خدنا الطماطم حطينا عليها شويه ملح وفلفل وبهارات، ونقوم واخد الحاجات الجميله ديت مع بعضها كده، ونقوم واخدينها ونقوم رايحين فين؟ عندي على الصينيه، عشان دي اللي هتبقى القعده اللي احنا هنعملها للفراخ نفسها. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. هجيب حته استرتش كده حلوه، اي بوله عندك، اي حاجه عندك صغيره، اي فنجان صغير حلو. بصي هو دي البوله اللي بنحط فيها المقادير اهي اللي كانت فيها النعناع الناشف، مفيش اسهل من كده. هقوم حاطط الباشا دي هنا كده، الاسترتش ده هنا، ونقوم واخدين اول حاجه من دابيس الفراخ نقوم حاطينها هنا، واخد شويه رز حلوين ما تكتريش، بس ممكن شويه كمان بس كده. اخد بقى الكلام الجميل ده، تعالى هنا يا باشا وتعالى هنا يا باشا، ونقفل القفله المتينه كده وكده، ونكبس بايدينا. بص كده خلاص كده، ونكبس بايدينا كده اهو ماشي. بص بقى وانت بتشيليها اهو، مجرد بص ما بتحط بتشيلي ايدك من على السلتش كده اهو، تقوم طالعه كده مزيكا يا باشا والله. نقوم واخدينها ونقوم حاطينها فين؟ هنا. لسه طبعا هتاخد تتبيله من فوق جميله جدا. ناخد الثانيه ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي احنا عملناه اول واحده اهيت وخليناه، نقوم حاطينها كده هنا. اقوم واخد عندي شويه الرز، ويا ريت الرز يبقى بارد كده ماشي. اقوم واخد اللحم ده كده، اوعى تفتكرها صعبه، هي مش صعبه خالص يعني، مفيش اي حاجه صعبه خالص يعني، اللي عايز يعمل حاجه هيعملها سهله. ونكبس بايدينا كده، نكبس جامد بقى ماشي الكلام، عشان ايه؟ اسمغ الرز مع الفراخ كويس. بص نمسك من الطرف ده كده، الطرف ده نقوم شايلينها كده بايدينا، ونقوم شايلينها كده اهي كده بس، نقوم واخدينها ونقوم حاطينها في الصينيه. بس قبل ما اطلع فاصل هعمل حاجه بسيطه جدا يا حمديكا، هي التتبيله. ميه بصل، شويه بابريكا مدخنه عشان اللون بتاع الفراخ يطلع كده حلو كده، معلقه صلصه طماطم اديله، عندنا طماطمايه مبشوره يا عيني على المزاج اهي، شويه من البهارات، وعندنا الملح، شويه فلفل، واخر حاجه ايه؟ شويه زيت الذره بقى اللي هيديني اللمعه للتتبيله الحلوه دي، شويه زيت ذره بس كده. بص بقى، بص 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 بص، تقوم نازله فين؟ جلاس عليها كده من فوق ماشي اهو، ماشي اهو. بعد ما حطينا التتبيله ديت نسيبها ساعتين اتنين ولا حاجه في التلاجه، وبعد كده يا باشا خديها ووديها عندك الفرن، شويه فراخ تطلع مزيكا ماشي. هنكمل بقى الكلام دهوت ان شاء الله بقى، واكمل انا بقيه الكميه دي، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم، رجعنا تاني بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين الفراخ الجميله بتاعتنا بعد ما اتعشت، دبابيس فراخ. انا هل تتوقع ديت دبوس فراخ يا جماعه؟ هو بص عامل كميه عامله ازاي ما شاء الله، كام دبوس، وتلاقي الواحده ما شاء الله يعني تكفي فرد شخص بس، هي واحده تاكل يعني، فاهمه ازاي؟ فقدرنا ان احنا نعمل بدبابيس الفراخ حاجه زي كده، فتبقى حاجه حلوه جدا تقدري تعمليها في البيت، هياكلوا صبايحهم وراها. ويا سلام بقى لو تسيبيها في التتبيله ديت زي ما قلت لك ساعتين اتنين في التلاجه، وبعد كده احطها في الفرن. عشان كده كنت باكد ان الرز اللي تعمليه لازم يبقى بارد، ما يبقاش رز سخن، يعني بعد ما يتشرب سيبيه يتبرد، وبعد كده ابداي حطي التتبيله عليها وسيبيها شويه في التلاجه، وبعد كده وديها على الفرن. ما شاء الله وتقيله يعني. تعالوا ودي الحاجه ديت من غير لا لا ولا فويل ولا اي حاجه خالص. نبدا نسيبها على درجه حراره 170، بتقعد معاها حوالي بتاع ساعه الا ربع كده ولا حاجه. طيب تعالوا نعمل عندنا حاجه حلوه قوي بقى، اللي هي الفطاير معموله بطريقه حلوه جدا. بصي الشكل نفسه هيعجبك جدا. ازاي؟ خش بقى عليا ونشوف المقادير بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. المقادير هتنزل قدام حضراتكم على الشاشه. العجينه ديت 5 كوب من الدقيق، شكرا. عندنا شوية مية دافية، معلقة كبيرة من الخميرة، كوباية من الحليب، بعد كده عندنا 2 معلقة سكر، نص كوباية من الزبدة، ورشة ملح. بعد كده عندنا حشو أي جبن عندك، أي جبن، ممكن جبنة بس اسطنبولي عادي جدا، ممكن جبنة شيدر على موتزاريلا زي اللي احنا نعملها، مع شوية نعناع ناشفين، مع شوية جبنة فيتا برضو هيطلعوا معايا حلو جدا. وتلميع بيضة وشوية لبن، مع شوية سمسم كده في الآخر نحطهم على الوش. هنا بعمل ايه؟ بقوم واخد عندي شويه ميه سخنه كده هنا، واقوم واخد عليهم كوبايه من الحليب، بعد كده عندنا الخميره نبدا نحطها هنا، ونقلب. في نوع من المخبوزات نفسي اعمله معاك والله، بس هو فعلا الفكره في حاجات نفسي متعلمه الحمد لله ودرسناها، ولكن بتبقى صعب التنفيذ هنا كتير جدا، خصوصا من نوع الدقيق. نوع الدقيق لازم محتاجه زي مثلا الساوردو، ده خبز منتشر جدا في جميع انحاء العالم. لك ان تخيلي ان الخميره بتاعته في بتتغذى. يعني ايه بتتغذى؟ يعني الخميرة كل يوم بيتفتح عليها وتتغذى بخميرة تانية. في بتقعد لحد 20 سنة، 20 سنة الخميرة بتتغذى. قصة كبيرة، قصة كبيرة. بس حاجة بتاكليها يعني الخبز السوردو ده حاجة عالمية ومشهور جدا عالميا، ولكن بيبقى محتاج دقيق، نوع بروتين معين في الدقيق، نسبة الاستخراج منه بتبقى برضو، نسبة الاستخراج بتفرق كتير جدا. حاجات كتير يعني هنبقى نشرحها ان شاء الله، ممكن نعملها لكم حلقه وابينكم الموضوع ماشي ازاي، واللي عنده دقيق بالمواصفات اللي انا اقول لكم عليها يشتغل السوردو ان شاء الله يطلع معاه حلو جدا. واقول لكم قصه ازاي يتغذى، ازاي الخميره بتاعته بتتغذى بال 20 سنه وال 25 سنه، لدرجه في برطمانات يا جماعه بتتباع، انا مش بهزر، برطمانات بولش ده اللي هو اللي بنقول عليه البولش يعني بتاعت السوردو، ممكن توصل ل 25000 جنيه برطمان واحد. فاهم حضرتك ازاي؟ بيتباع في مزادات وبتاع وحوارات ومطاعم، وبيتباع في حاجات بره الكلام ده. فان شاء الله هوريكم القصه دي واعرفكم القصه ديت، العلم بالشيء، يعني هو الفكره انتوا تعرفوا الحاجه ديت ايه، موضوع خبز السوردو ده ان شاء الله نعمله. برضو نفس الكلام خميره البيجا، محتاجه برضو نوع من الدقيق معين عشان تطلع النابوليتاني اللي احنا عملناها قبل كده، ولكن نوع الدقيق بيفرق كتير جدا. فان شاء الله هنعمل لكم الحاجات دي قريب يعني. خلينا بقى في الفطاير الجميله اللذيذه بتاعتنا. ادي الحليب والخميره، احط هنا معلقه سكر. لا المخبوزات دي عالم يا شباب، يعني المخبوزات دي بجد عالم، عالم تاني خالص يعني. ناخد عندنا معلقه سكر ونقوم حاطينها هنا مع الحليب ومع الخميره ونسيبها براحتها. ناخد عندنا هنا 5 كوب من الدقيق، نحط لهم هنا. بعد كده هوت سنة ملح بسيطة، احط عندي الخميرة ديت بسيبها حوالي ربع ساعة الاول،
وبعد كده نبدأ نضيفها هنا على الخليط. ماشي، وننزل ونشغل. وهي شغاله بقى كده، ونبدا نضيف عندنا نص كوبايه كده من الزبده الطريه. ولو احتاجت اي حاجه سايله ممكن نضيف لها شويه ميه تانيين، لو احتاجت ميه. وتعالوا بقى نبص على الحشوات بتاعتنا، بتاعت الايه؟ الجبن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز البوله دي، بحبها جدا. شويه جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، عندي 100 جرام كده من جبنه الفيتا. وبعد كده نقوم واخدين عندنا نعناع ناشف، عليها شويه زعتر، ومكس الجبن ديت كلها مع بعضها. فالجبن البيت اللي انا حطيتها ديت هتخلي كل حاجه تمسك في بعضها كويس جدا اهي. شفت بقت عامله ازاي؟ تمام. طيب العجينه اللي انا في العجان ديت بتتعجن كويس جدا. ومعلش السرعه دلوقتي شويه كده، وابدا ان انا اعلي السرعه عليها لحد ما تاخد لحد ما اتاكد ان هي مش محتاجه اي حاجه سايله ثانيه، ونبدا نعلي على السرعه. حاطط مضرب كف ليه ومش حاطط مضرب هيلب، عشان الكميه اللي انا حاطها مش كتير. بص بقى العجينه بعد ما تطلع ببدا ان انا اقسمها التقسيمه اللي حضرتك كده شايفاها، بعملها كويرات وبتبدا تتقسم كده. نصحى بقى للكلام، الكلام ايه؟ الجد هيشتغل. نعمل ايه؟ اقوم واخد ديت اول واحده. بص ازاي كده، ونفردها بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. واقوم واخد عندي الحشو هنا حاطينه هنا في النص بايديا كده. بصي من الاثنين كده نقوم ايه قافلينها التقفيله ديت خالص اهو كده. وبعد كده نقوم واخدينها الناحيه الثانيه كده، وبعد كده نقوم قافلينها التقفيله دي اهو. خلي بالك بقى ايه، هعمل حاجه دلوقتي حلوه جدا. بص بعد ما عملناها كده، ممكن على فكره تسوي كده لو انت عايزه تسويها بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، ولكن انا اعمل لها شكل حلو ازاي؟ بالمقص. واقوم واخد دي كده، الاطراف اللي انا عملتها ديت كده، واقوم واخد الطرف ده حطه هنا كده، واقوم لففها واعمل كده، والطرف ده كده اقوم عامله ايه هنا. كده، والطرف ده اقوم واخده كده. والطرف ده اقوم واخده كده. ماشي الكلام؟ بص شكلها بقت عامله ازاي؟ حزمتها وفي النص اقوم قافل القفله بتاعتنا التمام ديت، فبتبقى عامله زي علبه الهدايا كده. ماشي، تعالوا يلا نعمل تاني. نص العجينه كده لسه طبعا عايزه تخدم كمان، فبس بنزلها بس من على سلاح الكف ونشغل تاني. يلا نعمل واحده كمان. هاخد عجينه كده ماشي اهو، هم واخد عندي الحشوه بتاعتنا، نقوم حاطينها هنا بايدينا بعد كده كده اهو. ماشي، وبعد كده عايزه تسويها كده سويها، عايز تعملها الشكل ده كده من عند الاطراف اللي انت عملتها ديت، وتقوم واخدها كده وحطها من تحت وتلف على ايديكي. سهله جدا اهو. يا ام جولي، سلام عليكم. وعليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا ام جوني؟ ازيك يا شيخ محمد؟ ازي صحتك؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. بخير الحمد لله. بخير يا فندم. كله تمام الحمد لله. يخليك يا رب. تسلم ايدك. الحلقه النهارده بجد تحفه جدا، فتحت نفسنا بصراحه. الفراخ ربنا يخليك جميله ان شاء الله تعمليها وتهني بيها. الله يحفظك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب ويبارك لك في اولادك يا رب. الله يخليك ويبارك فيك يا ست الكل. الله يخليك. والدتي عايزه اتكلم حضرتك ام كريم. تعرف عارفها ولا لا؟ طبعا اتفضلي يا ام كريم. ايوه معاك. ازيك يا ام كريم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ام كريم؟ ازيك يا شيخ محمد؟ عامل ايه؟ صحتك بارك الله فيك. ازاي حبايبك وجماعتك كلهم كويسين؟ كله تمام والله زي الفل الحمد لله رب العالمين. انت فتحت نفسنا على الفراخ الصبح، احنا لسه فاطرين دلوقتي. خش يا باشا نعملها للغدا. يعني يا سلام. تعالى لنا اسكندريه بس ونعمل معاك احلى واجب. والله انتوا قبل واجب كله والله. ربنا يخليك. الله يكرمك. الله يكرمك. تنك طيب ويحسن ما بين ايديك يا رب. شكرا ام كريم بارك الله فيك. الله يكرمك. الله يكرمك. شكرا يا فندم. مع السلامه يا ست الكل. بص كده اهي، وبعد كده نقوم واخدينها على ايدينا، نقطع وناخد الطرف ده كده ونعمله كده. حاجه سهله جدا يعني. بص اللي انت تاخديها كده تحطيها مكانها. هذا الليمبي. انا بتنيل بتعالج وانا في الشغل. ممكن نعمل الحركه دي يا حمدي برضو، ده جميله جدا. نضغط عليها الضغطه دي من هنا من الصبح كده، شكلها شيك قوي. بص على الفراخ يا عم ايمن، تعالى يا باشا خش. ما هو المشكله يا عم ايمن، محمد ابراهيم ما بقاش مركز في الشغل خلاص. هي دي المشكله، فاهم؟ هي دي المشكله بتاعتنا. فخلينا نبص على الفراخ. لسه يا باشا شغال. تعال ايه نطلع العجينه. بسم الله. بعد ما خدمت معايا وتمام التمام، ادي العجينه بتاعتنا اهيت. تمام. بناخدها بقى العجينه ديت كده. مش هينفع كوارد دلوقتي يعني. اي عجينه لما بتطلع اصلا من العجان تبقى واخده العصب بتاعها، لازم تريح. وبعد كده نبدا ان احنا نعملها كويرات صغيره زي اللي انت شفتها ديت عشان نعرف نشتغل بيها. نعمل واحده كمان وبعد كده نطلع فاصل او استثناء عشان ايه. بص بجيبها كده عشان يبقى الموضوع كله سهل مع الساده المشاهدين. اهو سهله اهي. هعمل بس نوع واحد بس بشكل واحد عشان تبقى الموضوع سهل بالنسبه لحضرتك. استاذه ياسمين السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه ياسمين؟ الحمد لله يا شيف. عمامتي الحمد لله. الله يحفظك. الله يخليك يا شيف. اهم حاجه تكون رايق. الحمد لله بارك الله فيك. الله يخليك. الله يفيدك على كل حاجه بتعملها. ربنا يخليك يا ست الكل منوره الدنيا. الله يخليك يا شيف. الله يخليك يا استاذه ياسمين. اتفضلي. ممكن تكلمني بعد الهوا؟ حاضر. عينيا الاثنين. لا تبقى ضروري امامك. حاضر 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 حاضر. شكرا ليك كده اهو. ونيجي بالنص نقوم عاملين ديت بالشكل ده. ناخد يا باشا الباشا ديت ونقوم حاطينها هنا ونسيبها عندي. لازم طبعا تخمر وفطاير شكلها حلو جدا. ونديها واحد عدد بيضه، شويه فانيليا صغيرين، شويه حليب، قلبي لمعي. وبعد كده ادي شويه سمسم صغيرين على من فوق ودخليها الفرن على درجه حراره كام؟ 190. فاصل وبعد الفاصل نواصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل. معرفش بيقعدوا يخشوا في الفاصل ويقعدوا يعملوا له حاجات كده غريبه، انا ما اعرفش بيعملوا ايه بصراحه يعني. فعاملين الشكل ده كده، لكن انا ماليش دعوه وليس لي علاقه بهذا الشكل. هنعمل دلوقتي بقى جلاش كده بالكريمه والجيلي. حوار ازاي؟
هقول لك كام طبق الاول بس من الجلاش نجيبهم ونحطهم فوق بعض، حوالي 8 طبقات كده نحطهم فوق بعض كده اهو، ومن كل واحده واحده ندي فرشه سمنه كده حلوه عشان تطلع مورقه معايا، بلاش المتقطعه دي عشان دي اخر واحده، لازم بص الجلاش لازم اول واحده واخر واحده لازم يكونوا ايه سلام. هقلب دي كده اهي، وبعد كده نبدا نقطعهم عندنا مربعات، اللفه فيها 16 قطعه، فدول هيجيبوا ايه شويه كمان، فلف دول اشيلهم كده دلوقتي ونعملهم، اجيب عند السكينه بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، اشيل عند الاطراف ديت، والاطراف دي برضو ننضفها كده، يلا بينا نعمل ايه بقى، اقوم واخد دي مربعات، 1 2 3 4 مرة 4، 1 2 3 4، بعد كده نقوم عاملين دي كده، عاملين دي كده، شايفه الطريقه ديت اعمليها اهي كده وكده ماشي، مش هيلزقوا بعض لان اول واخر واحده ما بتاخدش سمنه، ونظبط وبعد كده نقوم مقطع عندي برضو على 4 2 3 4، يلا بسم الله، ادي 1 ادي 2 وبعد كده دي على 2 ماشي الكلام اهو، بص يا عم حمدي هتلاقي كل واحده قد التانيه، لو انت بصيت كده اهو تفردهم كده ده شغل هندسه ده خلي بالك اهو يا باشا، بص هتلاقي كل مربع قد التاني بالظبط ماشي. طيب بنبدا نحطهم عندي على صاج واديهم سمنه من فوق ونبدا ان احنا ايه نسويهم، فبيطلع عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه اهو، يطلعوا مورقين كده زي البقلاوه كده بس كده. وناخد مؤايا معانا على التليفون، السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا مؤايا؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ازاي صحتك؟ الله يكرمك يا ست الكل. الحمد لله يا رب يا حبيبي تكون بخير، ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. اللهم امين يا رب، الله يخليك يا ست مؤايا. ازيك يا شيخ محمد عامل ايه يا رب؟ الحمد لله بخير يا ست الكل، كله تمام. ما عنديش صبيان، كان نفسي يبقى لي صوبي ويطلع زيك، كان نفسي. ربنا يعوضي خير، كل عوض ربنا خير والله. انا عندي بنات بس كان نفسي زي ما شاء الله. يا ربنا يبارك، ربنا يبارك لك فيهم، ربنا يبارك لك فيهم، ما فيش حاجه ما فيش حاجه ربنا بيعملها بتبقى شر للانسان، اكيد كله خير. لا والله ده هم نعمه الحمد لله. شفتي بقى، شفتي ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم. يا رب ويبارك في اولادك. الله يخليك يا ست الكل، الله يحفظك. يا محمد يا رب. الله يخليك يا حبيبي. وانا ابنك في اي وقت لو عايزه اي حاجه اتصل بيا والله. انت ابني وعلى دماغي، ربنا يخليك عمرك يا حبيبي. تسلمي لي يا ست مؤية، تسلمي يا ست مؤية، تسلمي. شكرا يا مؤية غالية، مع السلامة. وربنا يعوض خير. والايات في القرآن يعني واضحة جدا يا جماعة، هو ربنا سبحانه وتعالى له بيبقى له حكم، له حكم لا يعلمه الا هو. ف كل اللي يجيبه ربنا خير، الحمد لله رب العالمين، دايما نحمد ربنا على اي حاجه ربنا بيديها لنا، الحمد لله رب العالمين. يمكن ده كده جانبا، ده هنا ايه؟ ده هنا جيلي انا عامله، باكو جيلي على ميه سخنه تتحط في بايركس زي ده، ونقطع كده بالسكينه فيه، بعمله رفيع بالظبط كده، هو ده كيس واحد على فكره ماشي اهو، بشكل عشوائي تمام، عشوائي مش يعني مش كل قد بعض ولا حاجه، طولا كده وعرضا. بعد كده يا عم حمدي بنقوم واخدين عندنا معلقه كده
اهو نطلع يا باشا. بص الحلويات يصحى للكلام اهو. ماشي، فطلع ايه؟ طلع مربعات جيلي زي ما حضرتك كده شايفه. بص الحلويات لؤلؤ يا باشا. الالوان بتاعتك دي مش مظبوطه يا عم احمد. اديهولي. ناش شويه كريمه كاستر كده يا باشا على كريم شانتيه. ماشي، هوب بنقوم واخدين الكلام ده اهوت. نربينه مع بعض ونعمل كريمه ميكس عشان نحشي بيها الجلاش ان شاء الله دلوقتي. اهو شايفه؟ حلو جدا. ايه يا باشا؟ ايه يا شروق؟ يا حاجه وسيله، ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ ازيك يا ست وسيله؟ استاذ محمد الحمد لله، صباح الخير، وبصبح على الكاست البرنامج كله، صباح الجمال القناه. وعايز مقادير الكب كيك بالشوكولاته، حاجه تكون مقاديرها حلوه وسهله. ده من عينيا الاثنين جايين النهارده عندي وعايز اعملها. ده انت اللي شوكولاته من عينيا الاثنين. كب كيك بالشوكولاته. عينيا. انت كنت بتعمل معجنات دلوقتي، انا مش عارفه انت بتعمل ايه، ممكن تنزل لي مقاديرها واشوفها؟ حاضر عينيا. عشان انا بعمل قرص دلوقتي وانت معطلني واخد العجينه بتاعتك. اعمل ايه؟ حاضر عينيا الاثنين. يعني خلص بسرعه وتبعتها لي. عينيا الاثنين يا ست الكل، عينيا. خش على القرص. طالما ركزي بحاجه واحده. لا ما تعملي قرص، اعملي قرص من هنا والشفا. تعال بص الفراخ بقى عامله ازاي. اوبا، خطيره خطيره دي بقى، دي بقى خطيره بقى. بص يا باشا طلع، هتلاقي ايه دايبه معاك والله، ولا مفصص ولا نوجع دماغنا. خش على طول على الاكل. انا بحب اتحمص، انا وطيت على النار وسايبها براحتها. الجلاش بعد ما طلع بديله شويه شربات صغيرين جدا، بقسمه على اتنين كده اهو، يعني التمانيه دول او التمن رقات دول نقسم كده ونقوم حاطين كده. ماشي الكلام اهو. اهو نقوم قاسمين دي كده ونقوم قاسمين دي كده. حطينا يا مدام غنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الله يخليك يا ست الكل. عامله ايه؟ تمام والله الحمد لله. الله يخليك على اللي بتعمله. ربنا يخليك يا فندم، ده من ذوقك والله. الله يخليك، اتعلمنا منك كتير والله. ربنا يخليك والله، ده من ذوقك. الله يخليك. انا وبنتي بنحب نتفرج عليك كل يوم، حتى على الفيسبوك وعلى كل حاجه. والله ده شرف ليا والله، ده شرف ليا والله يا ست الكل. ربنا يحفظك. الله يخليك. يا شفتك النهارده وانت بتعمل جيلي، فقالت لي لا لازم اكلمه. يعني سلمين عليا كتير والله. الله يسلمك. يا عايز اكلم حضرتك. طبعا طبعا. الو. الو يا ماما، بحبك قوي، كل مره اتفرج عليك انا وماما، بحبك قوي قوي قوي، وبحب الاكل اللي انت بتعمله قوي. وانا بحبك كتير قوي، لا انا بحبك جدا جدا جدا. انت عندك كام سنه يا قمر؟ عندي 5. ما شاء الله، عسل، ربنا يخليك لبابا وماما. ايش يا حبيبتي؟ شكرا. سلميني على اخواتي وكل اللي عندك، عسل ما شاء الله. البنات الحلويات. بص دي كده سهله اهو. اديها مانجا. يبقى شويه جيلي وشويه مانجا. حلويات والله ما شاء الله. بص شكل الطبق عامل ازاي. قول يا باشا تارت بتاع بايه؟ بالهنا والشفا. جيلي، قلنا الجيلي بيتعمل ازاي. جلاش، طبقه الجلاش تحت، اديله يا باشا. هنعمل واحدة كمان هنا يا عم حمدي. هنا كمان اهو. ممكن نخلي الثمان طبقات فوق بعض عادي، براحتك. عايز تعملي كده؟ هوسع دي كده شوية
لقيت الطبق بصراحة هياخد ثلاثة ثلاث صفوف، وممكن نعمل صف كمان ديت. تمام كده يا عم حمدي، الله يخليك يا باشا. اهو هنبدأ ايه نكمل مع بعض الايه الحاجة، بس في كريمة اوراق هنا هي البلابل الصغيرة بقى في كده بقى. خلاص كده سهلة كده، بسم الله الرحمن الرحيم. أخبار المخبوزات إيه يا شباب؟ أنت يا عم أنا جاي من الساحل أنت. أنا مش فاهم في إيه. يلا يا باشا اصحى الكلام، احلى جاتوه في الدنيا اهو. وتعالوا نطلع عندنا الفراخ بتاعتنا بعد برضو ما استوت معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله، بعمل فيها حاجه حلوه بقى. انا بعمل فيها حاجه حلوه قوي، وهي طالعه كده من الفرن بناخد ناتج التسويه اللي طالع ده، استوت تماما والرز مفلفل فلفله مفيش بعد كده. وهي طالعه من الفرن شفت ناتج التسويه اللي طالع ده يا عم حمدي، بميل الصينيه كده وناخد ناتج التسويه ده كده ونلمع بيه الفراخ من فوق. يا عيني تفضل اللمعه دي موجوده على الفراخ وتطلع شكلها حلو جدا. واحنا بنلمع كده اهوت ناخد احلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل. اهلا اهلا، رجعنا تاني بعد الفاصل. فراخ طلعت ما شاء الله زي ما حضرتك كده شايفين، تقطع كده وهي ما بتقطعش، هي بتتاكل كده بتمسك كده بالايد وتخش على طول تاكليها. تلاقي الرز بتاعها مفلفل وجميل جدا. هنفتح واحده كده ونبص عليها ماشي، عشان بس اقول لك ايه على موضوع الرز الجميل المفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل واحدة كده اهيت، بصها عاملة ازاي. طب معلش دي كانت فيها حتة عظمة صغيرة بصراحة يعني، واحنا بنخليها كانت فيها حتة عظمة صغيرة، لكن دي ما فيهاش. بص يا باشا عاملة ازاي اهي. لا انا بقول لك الرزاية مفلفلة، او باين لك اكتر الرز تبقى مفلفل، لان ده مهم جدا الحشو بتاع الرز اهو. بص عاملة ازاي الرزايه تبقى مفلفله معاكي، ما تبقاش معجنه. ما بحبش انا الرز المعجن ابدا بصراحه في الاكل، هو صعب جدا، لكن الرزايه اللي بتبقى واخده التسويه بتاعتها المظبوطه هي دي اللي انا بحب اكلها جدا، وتلاقيها وتستمتعي. النعناع الناشف يا جماعه عامل فيها ريحه حلوه قوي، ان شاء الله تجربوها تعجبك جدا. ده المخبوزات اهي، بص اتخمرت خلاص اللي احنا عملناها، بتتلمع بفرشه سيليكون اهي، بتتلمع بفرشه سيليكون، وبعد كده بصي واخده عامله زي علبه الهدايا بالظبط، بتبقى شكلها شيك جدا. وبعد كده بتبدا اللي هي ايه تحط عليها سمسم وتدخليها عندك الفرن، فبتطلع عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، واخده الجبن بتاعتها وخفيفه، ومن جوه واخده الجبن بتاعتها الجميله وخفيفه جدا، وحاجه حلوه جدا. بصي ان شاء الله تعجبكم قوي قوي قوي. ده الوصفات اللي احنا عملناها النهارده، واتمنى ان شاء الله اللي احنا بنقدمه يفيد حضراتكم، افكار اللي احنا بنقولها. بشكر كل طبعا الناس اللي بتتصل وتجبر بخاطرنا بكلام حلو، الدعوات الجميله الواحد كل يوم كده يعني بياخدها على الصبح، تدي طاقه ايجابيه للواحد بصراحه لبقيه يوم في الشغل يعني.
فشكرا لحضراتكم واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج المطعم. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.